هذه عائلة أبو محمد اللي ما تختلف عن كثير من العوائل اللي لها خصوصياتها ومشاكلها. أحمد ولد أبو محمد الصغير تعلم على الاتكالية في كل شيء، حتى في أبسط الأمور. سنارتي؟ نعم. إبيلي ماي؟ إن شاء الله. أما أبو محمد فما يختلف وايد عن ولده، الليل صار له شهر محترق لكن كل مرة يسوف ويأجل، مع أن أم محمد كل يوم تذكره. وهني بنات أبو محمد، هذه فاطمة العود اللي دايما مشغولة بالتلفون عن أختها، وهذه مريومة اللي تصيح. لكن مثل ما نشوف اليوم التلفون صار ماخذ عقل الكل ويخليك تنسى كل اللي حواليك. محمد متعود كل يوم يقضي طول يومه مع هاللعبة، ومن كثر ما هو مدمن عليها متكاسل يروح يشوف من عند الباب. وهذه أم محمد اللي قررت تعيد ترتيب أولويات ومهام كل شخص في الأسرة من خلال تكاتفهم، وخاصة من أبو محمد اللي وقف معاها. أحمد صار معتمد على نفسه، وأبو محمد تعاون مع أم محمد في مسؤوليات البيت، وفاطمة صارت تساعد أمها في تربية إخوانها الصغار، ومحمد صار شاب يعتمد عليه. دورك كأم وربة منزل في الأسرة مهم جدا في تنظيم وترتيب مسؤوليات البيت وتوزيعها على جميع أفراد الأسرة. وأكيد دوري كأب المسؤول الأول عن الأسرة وتوفير الاحتياجات الأساسية لكل فرد في الأسرة. وأنا لازم أعتمد على نفسي في إنجاز مهامي اليومية وما أتكل على أحد. وأنا دوري مهم في رعاية إخواني وخواتي الصغار، وإني أساعد أمي في مهام البيت. لما كل واحد يقوم بدوره في البيت يكون البيت كله سعادة وسكن.